اخبار اليوم. احنا في البحيره الحمد لله عندنا السنه دي 7900 شقه تقريبا شغالين فيهم، هيخلصوا قبل شهر 12. عندنا 2000 شقه 2300 كمان دخلوا في المرحله الثالثه، جبنا لهم اراضي. الزوم مش كفايه على فكره، عايزين اراضي اكتر، بس طبعا هم حاطين شروط ان الارض تبقى جنبها مرافق الوقت وكل الكلام ده. احنا شغالين نزود مرافق في اماكن ثانيه عشان نجيب اكتر من كده، ان هو حل العشوائيات وحل البنى على الاراضي الزراعيه، يبقى في شقق موجوده للناس في اماكن كويسه. انا بهني حضراتكم بالشقق ديت، ربنا يا رب يوفقكم وتعمر بيكم وتعمر باولادكم. مشروع خوش هنا كان 256 شقه، النهارده هنسلم 174 عقد، بقيت العقود الناس تخلصها في البنك تباعا. عبد الحميد شحاته، عبد الحميد شغلك بسرعه بقى، عبد الحميد شغلك بسرعه. فين بتاعتك يا مجاوي؟ الدكتور